ليش بتعيطي يا عمو؟ بتعيط ليش اختك؟ هذا من وقتش ما شفتوش؟ انا عم لاولادي اللي قاعد فتره هان اول ما جبت زي ما انت شفت هيك على الخبز 200 من جابوا لك 100 130 يوم ازاي قايل لك هل قدرنا عليه بنعمل له اياه ايش نسوي حالتهم الله اعلم بك الحجر ايش سبب خلينا نقول رئيسي انكم هل اليهود طلبوا هل اليهود والله مجاعه والله ما لقينا والله العظيم والله العظيم حبه الطحين الابيض ما لقيناها اولادي صاروا يقولوا لي نفسي في الرغيف العادي ناكله والله نفسهم فيه. قديش وصل سعر كيس الطحين اذا كان موجود؟ 2500 شيكل كيس الطحين، الكيلو ب 100 شيكل. يا الله. اذا لقيته. وكيلو الطحين الذرة تبع العلف تبع الدجاج هو اللي احنا اللي بناكله، بنطحنه وبناكل منه، مبرد. ايش عم؟ انبسطت انك شفت الخبز؟ اه؟ زاكي طعمه؟ والله زي اللي بقيت تاكله هناك في الشمال. هذا ولا هذا؟ وانت يا عمو انت جيتي بقيت الصيحي. ليش كنت الصيحي؟ كنا جعانين. يا الله من وقتش مش ماكل خبز احنا من زمان الحمد لله يا رب اللي شفنا هالنعمه هذه والله والله العظيم